طيب كريم، رجعت لك بقى مرة تانية وسمعت معانا طبعا مكالمتنا مع الأستاذ منعم بالمقدم. تعليقك بقى على يعني هو اتكلم على التشكيل، اتكلم عن هيقول سلوك كمان المدرب البلجيكي مارك فيلمتس. عايز أعرف منك تعليقك على المكالمة. تمام. طبعا عبد المنعم أعتقد يعني قال نسبة كبيرة من الكلام اللي احنا بنتكلم فيه من شوية. نادي الرجاء بيمر طبعا ببعض المشاكل سواء على مستوى الإدارة أو على مستوى التغييرات اللي حصلت في الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة. وأنا متفق معاه جدا أن مارك فيلموتس المدير الفني للفريق أكيد خبرته بالكرة الأفريقية قليلة، ولكن برضه بنتكلم على مدير فني متمرس ومدير فني عنده خبرة وذكي جدا جدا في التصريحات اللي قالها في مؤتمر صحفي امبارح، بأن هو حاول أن هو يودي الضغط لناحية النادي الأهلي بأن هو أنا ما عنديش حاجة أخسرها وبلعب بطل أفريقيا مدة سنتين على التوالي، بخلاف أن هو بطل السوبر الأفريقي وحامل اللقب، وبالتالي أنا هنزل هحاول وفرقتي لسه بنحاول يعني نشم نفسنا بعد التغييرات، لأن برضه فعلا نادي الرجاء ربما يكون بيحتل المركز الثاني في الدوري، ولكن بالنسبة لنادي الرجاء ده مركز مش 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 جيد، أن نادي الرجاء في المغرب يشبه النادي الاهلي في مصر، يعني لا يكبر غير بالمركز الاول وعندهم مشاكل كبيره ومشاكل ماديه، وده حتى هو ده السبب اللي خلاهم يبيعوا بين مالونجو وسفيان رحيم، لان طبعا العائد المادي كان مهم بالنسبه لهم في الوقت ده. وبالتالي انا متفق معاه في نسبه كبيره من الكلام، واتفق معاه طبعا ان النادي الرجاء هيحاول يستغل فكره ان انا ما عنديش مشاكل حتى لو خسرت، وهيبداوا يهاجمونا بشكل قوي خلال الشوط الاول. اتمنى على المستوى الشخصي نادي الرجاء يحاول يغامر ويلعب بدفاع متقدم شويه في بعض المباريات في الدوري المغربي. مارك فيلموتس كان بيحط خط الدفاع بتاعه عند خط المنتصف، بيعمل مصايد تسلل مع خط المنتصف، اتمنى يعمل يعمل التكتيك ده. هو طبعا نسبته قليله، لكن ليه لا، ممكن يغامر. واتمنى ان احنا نبقى هاديين في اول 45 دقيقه. انا اعتقد المباراه سيناريو الماتش ممكن يمشي زي الماتش نهض البركان، نحاول يعني نطلع كل الباور اللي عندهم في اول 45 دقيقه، وفي الشوط الثاني بقى نلعب اللعب بتاعنا. اعتقد الرجاء هيتاثر بدنيا في ال 45 دقيقه الثانيه. كريم، بلغه جمهور الكوره كده، في حاجات الناس بتتفائل وتتشائم بيها. انا ما بتفائلش قوي بصراحه لما يبقى الصحفيين بتوع البلد اللي احنا هنلعب منها فرقه يبقى يقول لك اصل فرقتنا وعندنا مشاكل وضع مش عارف، قلقت من المكالمه. بص، هو هي مكالمه واقعيه، يعني مكالمه واقعيه جدا. حتى برضو اعتقد يعني استاذ عبد المنعم برضو كان ذكي ان هو ما نجرش معاك في السؤال بتاع التشكيل، وخلى الاجابه اجابه عامه واسعه قوي، يعني ما رضاش يقول لك يعني واكيد هو طبعا عنده صحفي كبير، طبعا اكيد عنده نسبه كبيره عنده التشكيل، لكن انا معاك هي بتبقى واقعيه زايد على اللزوم. وتاني ده واحده من النقط اللي بقول لك انا ملاحظها بقالي من ساعه يعني ما دخلنا في مود ماتش السوبر بعد نهايه البطوله العربيه، ان الاهلي هو المرشح بنسبه كبيره للفوز، ودي حاله اتمنى احنا ما ننجرفش ليها، ولازم طبعا بيتسو موسيماني عدى بالتجارب دي كتيره في حياته، فمهم جدا جدا ان احنا ما نعتبرش ان المباراه ضن او المباراه سهله، لا خالص، لازم تتعامل. المباراه دي صعبه ليه؟ لان خلي بالك بقى في نقطه مهمه جدا، فرقه زي الفرقه دي في الوضع ده لا قدر الله إذا تقدمت عليك لك أن تتخيل مدى الصلابة الدفاعية اللي هتبقى عندهم ومدى الروح اللي هينهوا بيها. يعني مباراة خلينا نتكلم بصراحة، دي مباراة بطولة من 90 دقيقة، مفيش تجميع نقاط، مفيش فيرست ليج وسكند، مفيش ماتش ذهاب وماتش إياب، مفيش الكلام ده خالص، هو 90 دقيقة اللي يخلص ياخد الكاس ويروح. فبالتالي أنت عايز تحط أكبر تركيز وأكبر جهد في ال 90 دقيقة دول، فلازم نبقى واخدين بالنا من السيناريوهات. الشوط الاول على قد ما اقدر لازم ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه نطلع شباك نظيفه كلين شيت، عشان الشوط الثاني انا في وجهه نظري هو ده الكارت المهم عند النادي الاهلي. النادي الرجاء ينهار بدنيا، او ان ممكن في بدايه المباراه ليه لا النادي الاهلي ينزل ضاغط، برضه النادي الرجاء لو لعب وهو مهزوم 1-0 الخطوط هتفتح شويه، هتتفتح جدا جدا جدا، ومش هيبقى عنده حاجه ثانيه يلعب عليها.